مقابله راه كيفاش شفتوا مقابله كنعرفوا فريق استاد ماروكا كيلعب كره جميله وكيلعب اسميتو، فالحمد لله قدمنا مقابله في المستوى، قدموا هاد الوليدات هادو قدموا مقابله في المستوى، الحمد لله كنشكرهم وكنشكر يعني الناس اللي شافوا هاد المقابله. ما نقدرش نهضر على التحكيم، ف خسرنا كره يادي، قدمنا مردود جيد، قدمنا مقابله جميله، فالحمد لله. يعني مبروك للنادي المكناسي على 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 الصعود، هذا اول شيء، ولكن باقي جوج المقابلات ان شاء الله باش غادي نحاولوا نحققوا فيهم، يعني نحاولوا نحققوا فيهم نتيجه ايجابيه لنا تخولينا باش نبقاو دائما في الصداره ونربحوا نربحوا يعني الدوري ان شاء الله. شكرا. انا كنشكر اللاعبين ديالي على المردود اللي قدموا، هذا الشيء كان شي شويه ديال الضغط في الاول، ولكن الحمد لله قدمنا مقابله جميله، حتى الا لاحظتوا حتى في الشوط الثاني كله ديالنا، فالحمد لله كره القدم هي هذه. هنيئا للفريق الصاد المغربي وحد موفق للفريق النادي المكناسي ان شاء الله. شكرا. ما قلت سابقا ففريق الصاد المغربي يعني بعد جوج ديال الهزائم المتتاليه حاولنا باش نركزوا على البسيشيك ولعبنا على الكوتي ديال اللعابه. كما كتعرف فريق الصاد المغربي ديجا كنقول ان المكانه ديالو ماشي هذه، الحمد لله انتصار ديال المسيره وانتصار ديال الكوديم. حنا لاعبين ما فرقه اخذت البطاقه ديال القسم الوطني الاول، حنا المهم عندنا هما الوليدات، يعني ردوا لهم ديك الثقه ديال المسيره 3 بوان، زدنا عليها الثقه ديال 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 الماتش ديال هذا ديال الكوديم، فالحمد لله انا جد راضي على النتيجه. الوليدات عطاو اللي ما عندهم ورد الاعتبار، ماشي بالنسبه للنادي المكناسي، رد الاعتبار للاستاد المغربي، بان هذا الفريق هذا المكانه ديالو ماشي هذه المكانه ديالو القسم ديال الوطني الاول. كنتمنى من الله العام الجاي ان شاء الله يكون هذا الفريق حتى هو في القسم الوطني الاول ان شاء الله. شوف خاصك تعرف واحد القضيه، اللعابه ديال البطوله كتهمهم هي 3 بوان موراها الفلوس، حنا كنلعبوا على 3 بوان موراها الدراري غياخذوا المسائل الماديه. كما كتعرف الرئيس ما تيبخلش من الماديات ديالو. الحمد لله جاي العيد، جاي الناس غيمشي يشوف والديهم، دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو الفرقه اللي غتجي تلعب عندنا في البلاد خاصنا ناخذوا 3 بوان ونكونوا اليز ومساحين. اللي خذ البطاقه ديال الصعود الله يسهل عليه، حنا الفريق ديال الصاد المغربي كنضحيو معاه بالغني والنفيس، الفرقه اللي غتجي تلعب عندنا خاصها نربحوها، هذا هو اللي كان. فزنا بهذا الماتش مع فريق اللي حقق الصعود. بالنسبه لنا حنا ما كناش كنفكروا في الفريق اللي حقق الصعود، اكثر ما كنا كنفكروا راسنا، ردوا الاعتبار. الحمد لله تنشكر الزملاء ديالي على هذه المقابله اللي كانت فيها النديه وبحس المسؤوليه. تنتمنى من الله نزيدوا ندركوا الموقف، نجمعوا ما تبقى من النقاط ونبينوا الناس اننا كنا نستحقوا حتى حنا نكونوا في الصداره ونطلعوا، ما تاثرش لينا هذا الشيء. وكنتمنى من الله نزيدوا نخدموا، والعام الجاي ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا، وكنشكر الزملاء ديالي والمكتب على هذا الشيء. حنا اللي بغيت نبين الناس بان الفريق ديال الصاد ما تيتباع ما تيتشرى، عنده رجالات ديالو، حيت هذا الشيء هذا ما معودش علينا. حنا العام اللي فات كنا لاعبين على الصعود وحتى الاخر رامق، ما يمكنش لينا يتاثى لينا ونعطيو اي فريق، حيت حنايا عندنا السمعه ديالنا كلاعب. كاينين لعابه هنا كبار اللي عندهم السمعه ديالهم سابقاهم، وكنتمنى من الناس يشوفوا ان الحقيقه هي بانت. الحمد لله حنا ربحنا فريق اللي طلع بجوج زيرو، اللي فريق ماشي ضعيف كيتمكن من انه يصعد في قبل من ثلاثه الدورات، وحنا بينا ان الناس ان صاد ماروكا كتسال حتى هي تكون مع هاد الناس اللي في القمه، مي ما تاثرش لينا، مازال ان شاء الله نكملوا الخدمه ديالنا. تنشكرك بزاف.